يسرنا ان يكون معنا الاستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الاعلام. استاذ فيصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه والاكرام. ارجو ان تكون تابعت معنا مجريات هذه الفقره استاذ فيصل. وهذا تابعت وبكل شغف وصبر. يعني كل هذه الحملات المستمرة والسرعة واستخدام كل الوسائل لتغرير الناس، هل ستنطلي هذه على الناس مثل هذه القصص وهذه الرسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: للباطل صولة ثم يضمحل. نحن نثق بوعد الله بأن الباطل إلى زوال ويضمحل، ومن سنن الله سبحانه وتعالى الثابتة التي لا تتحول ولا تتبدل أن الباطل زائل لا محالة. وما ورد في تقريركم يعني في ما استعرضتموه هو تجسيدا للباطل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فلا يوجد باطل بعد هذا الباطل. نعم نعم. وعي الناس هل ستتأثر، يعني سيتأثر الناس بمثل هذه السلوكيات، أم الناس يسايرون القوة؟ يعني أعد يا أستاذ فؤاد، يعني هل الناس تتأثر بمثل هذه الرسائل التي يحاول الحوثي وزبانية تسويقها للناس؟ ما مدى تأثر الناس بمثل هذه الرسائل يعني؟ وهل القوة نفسها التي يمتلكها الحوثي هي السبب الذي جعلت الناس يرضخون؟ طبعا الناس يعني الحوثي من الذي يفجر في الخصومة، وقد استعمل البطش المطلق لكي يرهب الناس. الناس يعني تحت طائلة المدارة في انتظار يعني انتصار الشرعية إن شاء الله سبحانه وتعالى في بعض المناطق، وسنجد مشهد مختلف، ستنطلق الثورة في كل مكان ضد هذه الميليشيات الطاغية الباغية المنحرفة التي لا دين لها ولا أخلاق ولا قيام ولا حتى مشروع سياسي بأي وجه من الوجوه. طيب في جزئية أخيرة، يعني هل ننتظر مؤسسات الإعلام فقط لأن تكافح وتنافح مثل هذه الخزعبلات، أم هناك خطط كثيرة المفروض أن تكون حاضرة ومعدة في الميدان حتى في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية للتوعية ومقابلة هذه الخطابات الجوفاء وهذه الوسائل التي يحاول فيها تغرير الناس فيها وأيهامهم أن عبد الملك الحوثي وصي من الله وأن الله سبحانه وتعالى يعني اتصل فيه، وأنه هذه يعني أوامر ربانية، وأنه حربه على الناس أوامر ربانية، وأن تفجير البيت أمر رباني، وأن قتل فلان من الناس أمر رباني. طبعا هناك جهد مجتمعي ودور مجتمعي، يعني في الناس يوعوا بعضهم البعض ولا تنطلع هذه الأكاذيب على أحد. لو كانت قد انطلت لكانت الحرب انتهت، ولكان الناس رضخوا وسلموا أمورهم لعبد الملك الحوثي من ذو أول سنة. لكن الآن يعني نجد مقاومة شعبية، ليست الحكومة الشرعية لوحدها بل الشعب في كل فئاته موجود الآن في الجبهات وفي المناطق أيضا. هناك رفض مطلق لكل ما يقوم به الحوثي. لو كانت قد انطلت هذه الأحابيل والأباطيل لما أقيمت حتى يعني لما عاد سمعنا حتى الصلاة في المساجد. يعني الحوثي ذات مرة أفتى بسقوط شهر رمضان وبأنه قد أعفى الناس من الصيام، وممكن أن يفتي بأنه قد أعفى الناس من الصلاة، لكن مثل هذه هم يصلون الآن يصلون الظهر والعصر مع بعض، الآن يصلون الظهر والعصر مع بعض، انتهى الموضوع عندهم. هذا المذهب الزيدي نحن من زمان عهدناهم على هذا، ليس جديدا. نعم. يعني بس الآن بالأمر أكثر، يعني قبل كان الناس يعطى للناس حرية في ذلك. نعم الآن هذا في أوساط معينة وفي فئات معينة التي هي قابلة ومهيئة لتقبل فكرة الحوثي. يعني سؤال أخير أستاذ فيصل، يعني هل فشلنا في إيجاد إنسان مثلا يعني أو نصف المجتمع هذا الذي تأثر بالحوثي
حر؟ يعني هل استمروا يعني يخرج من دائرة العبودية لمثل هؤلاء الأشخاص ومثل هذه الرسائل الفجة؟ أتباع الحوثي على حالتين، إما أولئك الذين ظلت هذه الميليشيات وحلفائها يعني يفرضون عليهم الجهل والتخلف حتى يستطيعوا جرهم متى ما أرادوا، وهناك من أظلهم الله على علم تحت وطعة المطامع أو تحت لأسباب أخرى، وهؤلاء هم الأخطر والذين يجب أن نواجههم. أما المغرر بهم فممكن يعودوا، لكن هناك من يقاتل مع الحوثي على وعي ومعرفة بأنه على باطل وبأن كل ما جاء به باطل في باطل. أستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك.